الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا نود أن يواصل أخونا الشيخ محي الدين في الكلام، فهو كلام من الكتاب ومن السنة، وده يا أخواننا اللي بينفع الناس. ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيله: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزلناه إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه شنو؟ أولياء، قليلا ما تذكرون. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع القرآن ولا أن نتبع الأولياء، لأن أخواننا أنت بقيت صوفي، بقيت أنصار سنة، بقيت غيره، لابد تتبع القرآن، لأنه لو ما تبعت القرآن يوم القيامة تتحسر كما نقل القرآن. ودي وصية لأي مسلم وغير المسلمين أن يتبعوا هذا الكتاب المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. والدليل على أن هذا الكتاب محكم أن كل من عارض هذا القرآن من الذين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أو الآن ما بيقدر يرد على حجج القرآن. ولذلك أخواننا من قبل بيوردوا آيات، الزول الداري يرد عليهم ما عنده إلا النبذ أو الكواريك، أو يقول لهم أنتوا ده كلام شنو، أو أنتوا دارين تغشونا ساي يا زول. أنت كده أسمع الآية، أنت سمعت الآية؟ أسمع الآيات التي تقرأ والأحاديث التي تقرأ عليك، لأنه يوم القيامة لن تنجو إذا لم تتمسك بكتاب الله. أنت أفهم كويس، ما في شيء بينجيك يوم القيامة إلا القرآن والسنة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. أنت كده تأمل الآيات دي، ربنا قال لك ربنا لعن الكافرين أي طرد من رحمته، وأعد لهم سعيرا أي جهز لهم نارا موقدة، سعيرا خالدين فيها أبدا، ما بيمرق نهاية، لا يجدون عنها، لا يجدون وليا ولا نصيرا، ما بيلقوا ولي لهم أي محب لهم يخرجهم أو يشفع لهم، ولا يجدون من دون الله من ينصرهم من عذاب الله، لا يجدون وليا ولا نصيرا. ربنا قال: يوم تقلب وجوههم في النار، ربنا بقلب الوجوه بتاعتهم جوا نار جهنم، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. كده أنا بسأل الناس الواقفين في الحلقة دي كلهم صوفي ولا ما صوفي، يا ليتنا أطعنا الله معناه شنو؟ أطعنا الله معناه شنو؟ معناه شنو؟ معناه سمعنا القرآن، ولا تاني في معنى تاني؟ أي ما أنا بوريك هسي، أنا بجاوب عليك. جزاك الله خير، جزاك الله خير، أنت بس أقف، أنت ما تجري، ما تجري يا زول، الله يهديك، ما تجري، ما تولي الدبر، فهمت؟ أنت تعال استمع. ربنا قال: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده مالهم ولوا على أدبارهم نفورا. وده يوم القيامة ما بحلك، ده يوم القيامة ما بحلك من الحجة، ما تقول يا الله نحن ما سمعناه، ما سمعت ليه؟ ولك لأنه قالوا وهابية. طيب كلامي ده، ربنا ما بيسألك الكلام ده، ده كلام الوهابية ولا ده القرآن؟ مش عندك المصاحف موجودة؟ الآن لو مشيت لناس جامعة أفريقيا، لو سألت أي مسلم موجود الآن، فهمت؟ قلت له يا أخي عليك الله اديني مصحف، أنا ما عندي قروش، مفلس، اديني مصحف، بديك ولا ما بديك؟ قول له وأنا دار أقرأ وبرجع لك. أنت أسمع الآيات دي فيها شنو؟ أسمع الآيات دي وأمشي غارينا بالمصحف، لكن أنت تقول ده الوهابية والصوفية معلوم. أنا قلت لك آيات، أنت مالك مستحضر؟ أنت مستحضر مالك؟ أنت ليه ما دار تسمع كلام الله؟ ده ما سؤال. وهل كونك تنبذني أنا ده بنجيك أنت أمام الله يوم القيامة؟ تمشي تقول لربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة، تمشي تقول له ده الوهابية ولا غيره؟ ده ما بحلك أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا، يا ريت أطعنا الله وأطعنا الرسول. طيب لماذا لم تطيعوا الله ولم تطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ربنا قال: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا
وكبراءنا ها عملوا لنا شنو؟ فأضلون السبيل زي جاي كورك ببر بجاي. طيب الصوفية معلوم دي أهل آية ذات، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. هنا مش بيشتمنا هنا وبيجري وما بيسمع الكلام، بيحصل لك شنو يوم القيامة إذا مت على العقيدة دي؟ ها يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب. قال لها الله الزول الضلاني ده دب الله اثنين عذاب اثنين، ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا ولعنهم لعنا كبيرا. تتورط بعدين يوم القيامة، وبعدين الشيخ زي ما وروك أخواننا بزغ منك. ربنا قال وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه. يا الله هذاك الزول الكنا قاعدين ننده ونناديه في الشدائد كما سيأتيك الكلام. يا ربنا هذا الزول الضلاني، ربنا قال فألقوا، ده سورة النحل كده افتح سورة النحل، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. بيقوموا يردوا عليهم يقول لهم انتوا كذابين ما قاعدين تنادوني. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، بقى ما عندهم حاجة. ربنا قال في سورة الأعراف أسمع القرآن، ده بيحلك بقيت صوفي تجاني نقشبدي، أسمع القرآن وأمشي أفهم القرآن، فهمت؟ عشان تهتدي، لأن القرآن ده يعني يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم شنو؟ أجرا كبيرا. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال العلماء أي من العذاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. ربنا داري وريك إنه الأولياء البنادون من دون الله ديل في محل ومحل في كل المحلات ما بينفعوا، لكن ربنا فصل لك. ربنا قال لك لما تجي تموت الملائكة حيعذبوك عذاب شديد، وانت من عذاب الملائكة لك بيقول لك وين الولي بتاعك؟ أينما كنتم تدعون من دون الله. الآية دي رأيك فيها شنو؟ يقول لك لا انتوا قالوا وهابية وهابية. الآية دي عرفت معناها هسي ولا ما عرفته؟ الملائكة بتقول لك لو مت وبتنادي الفكية والجماعة دين أينما كنتم تدعون من دون الله. ربنا قال قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. يا أخوان نزول القرآن الواضح ده ما فهموا وما هداوا، تاني نحن بنملك له هداية؟ وده الكلام الواضح بالقرآن ده دل خلى الصوفية الآن كبارات الصوفية ناس محمد المنتصر الإزيري ود البرعي ود الكباشي ود بدر خلاهم يكوركوا ويقولوا قفلوا الحلقات في السوق. ليه الحلقات دي عاملة لك شنو؟ لكن الحلقات دي زي عنبر العظام لأنه فيها علاج بتاع أمراض كثيرة جدا. عنبر العظام ده بتلقى فيه كوارث، ده بصرخ بجاي الركبة بتاعته فكت، وداك عنده فيمتا عنده كونة برضو فكت، وموضوع طويل جدا. تلقى الجماعة بكورك ليه؟ لأنه إصلاح العقائد، إصلاح العقائد ده ما بكون هين، وده الأنبياء بيصبروا عليه، وده من أعظم الأمور لأنه ظل مربوط على الفكيه مما قام رابط له مصيبة هنا. يقول لك دي بتحفظ، ويقول لك طبعا الود ده عشان ما يدو عين، ود ريالته الله يكرمك سائلة، ده اللي بيديه عين منه ذاته، أنت ما هو في مخك رابط له مصيبة، وتلقاه زول أهبل كبير، والله أنا بحيرني زول بيكون كبير وشايل حراسة تحرسني، يا زول تحرسك من شنو؟ تلقى جيبه مقدود، فهمت؟ والجزلان بتاعه مشرط، وطيب دي بتحرسك بتين، دي تحرسك بتين. يا ناس ارجعوا لي الله، اتمسكوا بالله. ربنا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عبادي خبيرا. بدل ما يمسكوك بالله، القرآن الأنزل واضح وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم واضح، يربطوك بالأولياء والصالحين. أنا زي ما قلت لك دي الناس مقفلين، والزول الكويس الكويس منهم لسه عنده فطرة، ده شوية شوية بيسمع لغاية ما يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. دي القصيدة بتاعت مصر المؤمنة، ده كتاب ديوان أعلام الطريق تأليف الشيخ عبد الرحيم البرعي
وهذه لها الصورة بتاعته. فهمت؟ في ناس قبيل أنا سمعتهم هناك بيقولوا دي غيبة ونميمة، ده زول بيدخل الناس جهنم إذا ماتوا على العقائد دي، تجي تقول لي ما تتكلم فيهم؟ فهمت؟ طيب، مركز الأسباط للإنتاج الفني والنشر والإعلامي، الخرطوم تلفون 123-52-152. أنا أديك برغم التلفون ورغم الصفحة وإنت شغال تكورك وقال شغال ذكر قال، فهمت؟ الفاتح البرعي قبالك قبالك بقى يستغيث بالأولياء، قال نرفع يدانا تنزل، قال تنزل بدانا ما تخلي شنو كده ما عارف، ما تخلي قملة ولسه ما نزلت، ما بتنزل يا الله هديك الصاقعة، لو نزلت بتنزل على المشركين ما بتنزل على المؤمنين، فهمت؟ طيب، قام توسل في مصر المؤمنة وأشرك بالله ودعا عباد الله كلهم، قال ندعوك بالأربعة والكتب الأربعة والسورة 110 و4 والملائكة 6 والكرم 4 بنبينا محمد والخلفاء 4 و6 البعد بعدهم والأئمة 4 والفقهاء 7 واقطابنا 4 أوتاد الأرض في الجبل 4. خلوا يا أخواننا، خلوا أقعد 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 يا أخواننا، أقعد الله يهديكم يا أخواننا، أي زول داري كورك خلوه كورك، أقعد تحت. دي عبارة عن كوارك يا زول يا زول، نحن ما بنخاف إلا من ربنا اللي خلقنا، ربنا سبحانه وتعالى، ربنا عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس، اسمع القرآن يا زول، خليه ما تشتغل به يا أخونا، خليه. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس، اسمع القرآن ده فرطق لك راسك وراس شيخك ذاته. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. ده ربنا أمرنا كده. تبتلعب ولا شنو؟ تنادي لسه جايك. قال والأبدال والنقبة 10 و4 فهمت؟ ومشى لقدام بعد ما كمل الرجال بقى ينادي للنسوان، ما عنده طريقة إلا يكورك الصوفي، والله تكورك للصباح ما خلي شيخك، والله للصباح ما خلي شيخك، خلي شيخك يتصرف فوقي، مش قلت الأولياء بيتصرفوا، خلي شيخك الصوفي يتصرف فوقي أنا، فهمت؟ خليه يتصرف، شيخك تعبان، فهمت؟ شيخك ميت، شيخك ما يملك لنفسه نفع ولا ضر، أوعك تكورك، الكوارك ما بتحلك، طيب، خليه كورك يا ناس، كذاب ده طبعا منه ده طبعته أنا، خلوه يا أخوانا ما تكورك معه. طيب بعد ما كمل الرجال، ركز معي، ما الصوفي لما شيخه يتجغم ما دايرك تسمع باقي الكلام، لكن الناس بيسمعوا جوا عينه. طيب قال بعد ما كمل الاستغاثة بالرجال بقى يستغيث بالنساء، ما تشد حيلك انت، تنادي في النسوان. قال صفحة 23 قال أدعوك بسيدتي، أسمع معي، ركز معي، خليه وده ما بكورك ساي ما بيعمل حاجة، ده العبارة عن فقاعات وأكثر البراميل ضجيجا هي البراميل الفارغة ما تشتغل به. قال أدعوك بسيدتي هي زينب عمدتي وبشمس الحق السيدة نفيستي، لسه ماشي لقدام. قال هي بحر العلم وغفيرة مصرتي وبعين الحكمة فاطمة النبوية بذخيرة الأمة السيدة سكينتي، إلى أن يقول قل أم الأسود لا تنسى عبيدتي أذكر حبيبة واذكر شعوانتي أدعوك بهن إصلاح ذريتي. وربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضله، الآية دي تفرتقك وشعوانة والقبة بتاعتها. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.